من رأى في نفسه أنه بلغ مرتبة من العلم فقد جهل حقيقته، لأن العالم كلما ازداد علما كلما شعر بجهل نفسه وبالتالي يزداد، وكلما شعر بجهل نفسه زاده ذلك تواضعا وخضوعا لله عز وجل. ولذا لا تجد عالما أو طالب علم، لا نرضى بالعلماء أن يصلوا إلى هذه المرحلة، لكن قد يكون هذا في طلاب العلم المبتدئين، يعني لا ترى طالب علم يفخر برأيه أو بعلميته إلا وهو مصاب بشيء من الجهل، قل أم كثر. والسبب لأنه يرى أن نفسه قد وصل، وأن الرأي هو رأيه، وأن القول هو قوله، وهذا ليس بصحيح.